حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحباء. كما ذكرت في بداية حلقة اليوم إن شاء الله محطتنا الأولى، الحديث سيكون عن الرياضة في فصل الصيف والنشاط البدني أيضا بشكل عام وما له من فوائد على صعيد الصحة. سنتحدث عن التمارين الرياضية مع ضيفتنا الكريمة الفاضلة نورة بنت عبد الله الراشدية مدربة رياضة. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. يا هلا فيك. أهلا شرف نورا. في البداية يعني هنا نتحدث أكثر عن حول أهمية النشاط البدني وأيضا ممارسة الرياضة في فصل الصيف. هل تختلف الرياضة وممارسات أيضا التمارين في فصل الصيف والشتاء؟ طبعا تتغير التمارين الرياضية في فصل الصيف والشتاء. أولا أعرفكم على نفسي، نور عبد الله الراشدية مدربة رياضة من صالة أنوار الفيحاء، بالتحديد مدربة زومبا. نعم. بسمايل. طبعا تختلف الرياضات من الرياضات الصيفية للرياضات الشتوية، وطبعا تختلف الأوقات يعني من فصل الصيف لفصل الشتاء حسب الأوضاع والأوضاع ما شاء الله عندنا الحرارة وكذا في السلطنة. جميل. إذن هنا نتحدث الآن عن أهمية الرياضة في فصل الصيف. يعني كنت أقرأ عن هذا الموضوع وشاهدت أن أغلب أيضا الباحثين والاختصاصيين في هذا المجال يؤيدون أن الصيف أفضل الأوقات للبرامج والسباقات الرياضية. لماذا؟ هي أساسا يعني الرياضات بشكل عام يعني عادي أنك أنت تسويها في فصل الصيف أو الشتاء بشكل يعني عام أو أساسي، يعني لأن الرياضة أساسا من أساسيات الحياة، بس يختلف أنك أنت في فصل الصيف أنك بتفقدي أكثر. نعم. وانك لازم انك انت تتقيدي بوقت معين على اساس انك انت تتقيدي بحراره الجسم مع حراره الجو والحراره اللي المناسبه والجو المناسب والطقس المناسب في هذا الوقت يعني. زين. طيب الان هذه الفئه اللي ممكن تحب تمارس الرياضه. أيوه. في فصل الصيف، لكن هناك في فئه اخرى تقول لك انا ما احب امارس الرياضه في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجه الحراره والحر عموما بشكل عام. لكن هنا نحن نحاول بقدر المستطاع أن نقدم لهم نصيحة ونقولهم أيضا إيش الرياضات اللي تتناسب مع فصل الصيف. في عندك رياضات السباحة طبعا، بما أن ما شاء الله عندنا المزارع، في ما شاء الله في البيوت الحين ما شاء الله يعني في عندكم حواض سباحة. في عندك العوم، في عندك ما شاء الله هايكينجات، واجد يعني ناس يروحوا سباحة في أماكن معينة، في أماكن سياحية معينة، عندك القري، عندك المشي. والحين ما تروحي ما شاء الله مكان أو أنك تروحي يعني مكان سياحي اللي بتحصلي فيه ممشى معين، يعني ما في حاجة تقيدك بحاجة معينة أنه في فصل الصيف ولا فصل الشتاء. فعادي بالنسبة لك أنك أنت تروحي في البيت، وأنت موجودة في البيت عندك درج، ممكن أنك أنت تطلعي درج، ممكن أنك أنت حتى الحبل مال الملابس يعني يتوفر في كل مكان وكذا، ممكن أنك أنت نطل الحبل. يعني في رياضات متعددة، ما في حاجة معينة اسمها رياضة معينة وأن أنا أتقيد بحاجة معينة، فهذا الشيء يعني على الشخص بنفسه كيف. طيب بما ان نحن تكلمنا يعني ان هناك نوعين ايضا من الاشخاص انه يحبوا انه يمارس الرياضه في فصل الصيف، والبعض الاخر لا يؤيد انه يمارس الرياضه في فصل الصيف، لكن ممكن ايضا هذه التمارين الان او هذه الرياضات تساعده انه بالفعل يمارس الرياضه طبعا بشكل يومي، والبعض الاخر ايضا يعني يمارس الرياضه ومحب للرياضه، عنده شغف وما يقدر يستغنى عن الرياضه ابدا، يوميا هو يمارس الرياضه سواء المشي او حتى بعض التمارين الخفيفة، والبعض الآخر تشوفيه نوعا ما في نوع من الكسل والخمول. يمارس الرياضة ممكن في الشهر مرتين أو ثلاث مرات وبعدها يقول لك ما أقدر أتقيد ببرنامج أو جدول معين للرياضة. هي أساسا الرياضات ما فيها جدول معين أو أنه في وقت معين أصلا. أنت ممكن أنك تمارس الرياضة يعني شوفي، مثل ما لكل حاجة في الحياة يلها أساسيات، يعني مثل ما أخلي غداء عشاء ريوق كذا من أساسيات الحياة، لابد أن الواحد يتقيد بالرياضة من أساسيات الحياة. يعني أساسا أنا كيف أتخلص من التوتر ومن الأشياء اللي أنا تصير اللي في الحياة أساسا بالنفس أو في اليوم اللي أنا كملت فيه شغلي أو مع الموظف أو مع أولادي أو مع كذا، لازم أتخلص من التوتر. وأساسا الرياضة أصلا ما عشان أني أنا مثلا رياضي أو أني أنا أساسا إنسان رياضي أو أن أنا أعمل رياضة، لا، الرياضة لكل فئات العمر. مثلا عندك الصالات الرياضية عندنا نحن بالتحديد يعني نوعنا بالرياضات، لأن الناس تمل مثلا ان تقول لك ان انا اروح في جهاز السير او ان انا امشي، انا امل من هذه المواضيع. يعني في عندك رياضات زومبا،
عندك إيروبكس، عندك خصوصا للناس اللي تحب الرقص مع الموسيقى وكذا، ممكن انها هي تمارس يعني في كل شتى الطرق، يعني ما ممكن انها هي تتقيد بحاجة معينة اساسا اللي هي تسويها. نعم. طيب هذه للصالات الرياضية، ممكن الصالات الرياضية تكون مهيئة اكثر بالأجهزة الرياضية، لكن لو كان الشخص ما قادر انه هو يروح صالة رياضية بسبب ممكن ضيق الوقت وضغوطات الحياة وحاب انه يمارس الرياضة في المنزل فقط، اكيد هناك في تمارين بسيطة اول ما يصحى من النوم، حتى ممكن قبل النوم، العصر، المغرب، وقت الفراغ. في وقت الفراغ ترى مثل ما خبرتك في البداية أنه ما في وقت معين للرياضة أساسا. طبعا يعني مثلا الشخص أنا مضغوط كامل في الوقت الفلاني، أن أنا مضغوط من الصباح للمساء، ممكن أن أنا مارس الرياضة وأنا في المنزل. يعني الحين المنازل ما شاء الله فيها أماكن محددة أنك أنت تجلسي فيها وقت العصر وقت العشاء، لابد أن أنا أتقيد بحاجة معينة في داخل المنزل. يعني مثلا عندك في الغرفة ممكن أنك تشغلي لك التلفاز على قناة معينة من الرياضية، لكن لابد أنه مش أي رياضة أنت لازم أن تسويها، لازم أنا أعتمد على رياضة معينة على أساس سبحان الله يمكن في إصابات أو أن أنا أسوي هذا الشيء وأساسا إصابة يعني تصير عندي ولا حاجة، لازم أنا أستشير ناس معينين، لازم أسوي رياضة اللي أنا أعتمد عليها وأنا عارف وفاهم وش هذا الرياضة. يعني ممكن عن طريق شاشات التلفزيون، أسهل طريقة الحين كل البيوت تحصل فيها يعني شاشات تلفزيون، عندك الهاتف، بعد عندك صالة المجلس اللي نحن نجلس فيه، صالة النسائية، صالة رجالية، ممكن تستغليها شد مع الأطفال مع المجموعة اللي موجودين عندك في الطابق الثاني، إذا في بيوت طابق ثاني. الحين الدرج ما شاء الله في كل بيت، يعني ما في حاجة معينة تمنعني أن أنا أسوي أو أن أنا مارس حاجة معينة. صح أنها ضغوطات الحياة، بس أساسا هي الرياضة لازم أنك أنت عشان تتخلصي من ضغوطات الحياة، تتخلصي من الأشياء السلبية اللي أنت في طاقتك، لابد أن أنا أمارس ولو ساعة. أنا ما يعني ما أقول لك لصالة رياضية أو أن أنا أروح لصالة رياضية معينة، لا، يعني ممكن أني أنا أتخلص، كيف أنا أتخلص من هذا التوتر أو الضغط اللي صار عندي، هي أساسا بالرياضة، مشي، نط. أنا ما أحدد لك وش الأشياء اللي أنت تختاريها وتحسي نفسك أن أنت يعني محتاجة أنك أنت تسويها. نعم. كسؤال أخير أيضا نورة، يعني قبل البدء في برنامج معين، برنامج رياضي معين، هل هناك في أيضا إرشادات معينة، نصائح معينة يجب أن الشخص أنه يتبعها؟ طبعاً في إرشادات معينة. أولاً الشخص لازم إنه هو يشوف حالته الصحية ويتابع طبيبه المختص فيه، إنه هو هل أنا أسوي هذه الرياضة أو إن هذه الرياضة راح تفيدني، لأن في ناس سبحان الله يعانيوا من أمراض معينة هو ما يقدر يسوي رياضات أو إنه هو ما يقدر يتحرك برياضة معينة إن هي ثقيلة خفيفة كذا، لابد إنه هو يمشي على نمط معين يعني، ولابد إنك أنت مثلاً رايحة صالة رياضية أو إنك أنت رايح مكان مغلق، كمامة، فوطتك الخاصة اللي شو اسمه المعقم موجود عندك لابد منه. اروح مثلا في الاماكن لازم ابعد بين الشخص والشخص، مثل ما سبحان الله الاشياء اللي الحين صايره لابد يعني كل حد يعرفها وش هي اللي ممكن احنا نتبعها، التقيد يعني بجميع الاجراءات الصحيه. جميل، احنا شاكرين وجودك اليوم معنا الفاضله نوره بنت عبد الله الراشديه مدربه رياضه، كل التوفيق. شكرا لك، وان شاء الله حياتنا تكون دائما مفعمه كذا بالنشاط والرياضه. اذا مشاهدينا الاحباء نستمر معكم ايضا في قهوه الصباح، ننتقل بكم الى فاصل قصير وبعدها لنا عوده من جديد، كونوا معنا.